كان عندنا استاذ بالمدرسة يضرب الطلاب وكلش مو كان زين ويانا، كنا نخاف منه وما كنا نحب درسه. إذا أكو ماي بالبيت كل البيت يكون فرحان، من قطع كلش نقهر. هاي بنات يزوجون هم صغار، بعد الزواج ما يجوا للمدرسة. أكو هواي ناس هنا عايشين فقراء، ما يقدرون يشترون ولا يروحون المدارس. يومية الصبح أطلع أني وأصدقائي بالمنطقة نتمشى للمدرسة، إحنا كلش نحب المدرسة ونتونس بيها. سمعت هواي ناس فقدوا أطفالهم بعد الولادة، بس أني الحمد لله والشكر إجون اثنين توم وصحتهم جيدة، قالوا الأطباء وزنهم زين وصحة جيدة. أني وصديقاتي دائما نحكي عن طموحاتنا وأحلامنا، نتمنى يجي يوم اللي نحقق بيه أحلامنا.